طبعا مفيش حد معانا ان احنا نصورها، فانا ايه وراكم الاحداث اهو. نقعد وبعدين تفرج. هتفرج ان شاء الله. بتشوف ايه هي ولا لازم يلبسها حاجه زي نظاره كده، يعني اي حد عنده حمار اليومين دول لازم يلبسها شكاره البطاطس دي. الشكاره بتاعه البطاطس المخرمه دي يلبسها ليه؟ لازم، لان الدبان بيتهز الفرصه وهيفضل ياكل في الجرح ومش هيسيبه. هنحط لها الوقت شويه زيت وسخ على الحوافر دي كده، ايه عشان خاطر حتة الخشنة تنام وتاكل الميكروبات برضو كالزيت الوسخ كويس. لا زيت العربيات، زيت عربيات قديم. كان نفسي يكون حد هنا يصور معانا. بس بس والحمد لله ظبطت، يعني ظبطت كتير. اللي ورا هناك هم ظبطوا كتير خالص، رجعوا لطبيعتهم يعني. هات الزيت، يلا الزيت اهو، زيت وسخ بتاع عربيات يعني، مش حاجة يعني. شوف بقى طالع منها ايه، دي رجل. شوف من تحت عامل ازاي، شوف كمية الطين. الطين ماسك فيها عامة يعني، اهي كل ده طين وزلط وحصو وكلام من دي. الحصو اللي هو ده والزلط ده متعرفش تمشي، وده أرضية الحمار.
ده كل دي زيت طبعا. يلا حتى يلا قول بسم الله. نحط لها المونيكيرة دي مونيكير بس. كل يوم كده حد من تحت ومن فوق. ماشي نعمل ايه؟ اللي ورا واللي قدام حاضر. لبسها اهم حاجه لبسها على عينها ديت حاجه. اعمل لها زي نضاره كده. حاضر. الشكاره اللي هي اللي بتاعت البطاطس ديت المخرمه. حاضر. ماشي يابا. حاضر. يلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنساش بقى تعملنا لايك واشتراك. الحاج هيشتغل اهو واحنا هنقفل من تحت ومن فوق ومن كل. تمام يا صغير ما شاء الله عليه.